السلام عليكم ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس الإعدادي، الورود الغالين، الأبطال، أصحاب الهمم العالية. أيني نجي نحل تمارين on page 31 عندنا هذا التمرين، ونحل on page 32 و 33 أيضا نحله. So on 34. Okay, on page 31 هذا التمرين راح نحله. طبعا هذا التمرين موجود بالملزمة، موجود ومترجم، خلي نروح الملزمة ونحله أحسن. ليه تمرين B على صفحة شقد 31. Okay. هذا التمرين هنا موجود page 31. Read the advert again and answer the questions about the job. حول العمل. So number one مطين سؤال قال لي what kind of personality، يعني ما هي الشخصية should you have to do، لازم أن تكون أو تملكها to do this job، حتى تعمل هذا العمل، and why. So منطيني الجواب you should be friendly، أن تكون ودود. ليش؟ هاي طبعا جواب ال why. Because you will have to contact، أنت راح تصير contact يعني باحتكاك with the public people، مع الناس أو عامة الناس. مين؟ What do you need to be able to do to get this job؟ Okay, what do you need to be able to do this job؟ ماذا تحتاج أن تكون لتكون قادر على الحصول على هذا العمل؟ So you need to be able، يحتاج أن تكون قادر، to work at weekends، weekends اللي هي أيام العطل، and to use computer، تستخدم الكمبيوتر، and drive a car، تستخدم السيارة، تعرف السوق، ترجمتها جوا. ثلاثة Do you need to have worked as a security guard before to get this job؟ يحتاج أنت عامل كسيكوريتي قبل؟ No you needn't. Okay طبعا هاي النوع لازم نخلي هنا كما. So نجي لهذا التمرين on page 32 32، هذا ايضا مهم، يجيني اختيارات نمبر 1. اوكي سو نجي لهذا التمرين ايضا مهم على صفحه 32، صفحه 32 هذا تمرين اي. سو هذا ماتش يجيني، ماتش بمعنى وصل، ايضا يجيني هذا السؤال ثالث بالوزاره. سو نمبر 1 يو شودنت هاف any trouble، انت ما يجب ان لا تكون لديك اي مشكلة. ليش؟ because it is very easy doing the job، لان من السهل القيام عليك بهذا العمل. جايتني 2014. 2 it is shouldn't او it shouldn't take me more than 15 minutes to drive there، لا يجب ان يستغرق الامر اكثر من 15 دقيقة. ليش؟ because there isn't much traffic، لأن ماكو ازدحام. ثلاثة طبعا they مو ذي، they should be very comfortable، they should be very comfortable. ليش؟ because it is very nice hotel، لأنه فندق جيد. أربعة I can speak English and Arabic so I should be able to talk، أنا قادر أن أحكي to more visitors، مع يعني مع عدد الزوار أكثر. خمسة if he has used computers before he should now، لازم يعلم how to use this software، لازم يعلم كيف يسوي أو قادر على استخدام كمبيوتر. ستة if you send
the letter today, إذا أرسلت رسالة اليوم, she should get it, ممكن أن تحصل عليها by Monday. وجايني بال 2018. أوكي. أوكي, نجي التمرين 33. تمرين 33 طبعا هذا مهم, ويجيني توصيل هنا كاتبه, يجيني توصيل سؤال, توصيلات بالكويشن 3 بالسؤال الثالث. نمبر 1 برانش يقول له بارتس, هاي تجيبها من عندك. جوين اللي هو هذا السؤال. اوكي هذا السؤال. Look at the words in blood in text on page 20, على صفحة 20 in your student book. هاي منين راح نجيبهن؟ من كتاب الطالب صفحة 10. And try to guess their meaning, حاول تعرف معناهن. Check your ideas, تشيك معلوماتك in a dictionary, في القاموس. فهم مطين ذي الكلمات. انا اروح اسال الاسئله, الملزمه مالتي محلوله ومترجمه, خل نروح نشوف من هنا. So number 1 French parts. Okay, to join is become a member, become a member. So install button ينصب, maintain make sure it keeps working, يصون او يحافظ, وهنا هذا الحكي كن متاكدا انه يعمل. So officer ضابط, someone in high position, someone in high position يعني شخص ما برتبة عالية. 6 supervisor be in charge of, يشرف على او charge of. 7 civilian outside the military, outside the military. اوكي هذا هي على صفحة, قلنا على صفحة 33. اوكي نروح الصفحة, طبعا هذا 36. نروح الصفحة 35. طبعا صفحة 35 هذا حلها, وتمرين مو كلش مهم. اوكي نجي لهذا التمرين, مهم جدا مهم, هذا التمرين جدا مهم, على صفحة 34 اللي هو تمرين D. So rewrite عاد كتابة the sentences with, يقول اكتب الجمل مرة ثانية باستخدام should أو shouldn't as in the example. Okay, you have always wanted to fly, I think you will. Okay, هنا ادخلنا should او shouldn't. هنا should او shouldn't معناها من المتوقع, معناها من المتوقع يعني expectation, هذا شارحين الموضوع موجود. فهنا شو نسوي؟ نحذف I will, I think I will, نحذفه ونخلي بدالها should أو shouldn't. أول وحدة you have always wanted to fly, دائما تريد تطير. I think you will like the air force. I think you will, كلها انحذفت وصارت بدالها should. شوف هاي هنا نزلت like وهنا نزل الفاعل. So 2 I have studied hard for the test. أنا درست جدا أو درست زين للامتحان. So I think I will, كلها تنحذف. تصير so I should, أعوض بداهن, pass the exam. So 3 You like exercising. So I don't think, أنا ما أعتقد. You will have trouble. So هاي شنو عندنا؟ think هنا راح تصير منفية, راح تصير نفي. So you shouldn't, ليش؟ لأن هاي نفي. You shouldn't, أنا لا أتوقع. You have, you shouldn't have trouble getting
فيك. ما أتوقع عندك مشكلة أن تضعف. 4. They learned a lot in military, so I don't think, don't أيضا هنا نفي فراح تصير they shouldn't have. They mean جت هاي they نفسه. They shouldn't هما shouldn't have getting a trouble. Okay. They learn نفسها they learn learned in military. They هما فهي المقصود راح تصير فاعل هنا. So this is a new computer. So I think أعتقد it is faster. I think الطير تبقى. So it is should الاس تتحول الاس والار والان تتحول الى بي اذا اجتني بعد الشود. ليش؟ لان الشود يجيني بعدها فعل مجرد. So it should be faster than the other. اوكي اوكي هسه اللي هنا نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله عندنا بعد دروس ثانيه حل تمارين ثانيه. شكرا، تحياتنا لكم.